وقعت وزارة الدفاع السعودية مع نظيرتها الصينية عقدا لشراء طائرات وأجهزة تدريب خاصة بالجيل الخامس من الطيران الحربي بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن العقد هو لتوريد طائرات حديثة للتدريب التأسيسي والمتقدم للقوة الجوية الملكية السعودية مع المشبئات والمعدات الأرضية وأجهزة التدريب وقطع الغيار والكتب الفنية. واعتبر المصدر أنه سيكون لهذا العقد الأثر الأكبر في تأهيل الأطقم الجوية السعودية لتتمكن من استخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس بكل كفاءة واحترافية. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها وقعت مع نظيرتها الصينية عقدا بمليارات الدولارات لشراء طائرات وأجهزة تدريب خاصة بالجيل الخامس من الطيران الحربي. ونقلت وكالة أنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن العقد هو لتوريد طائرات حديثة للتدريب التأسيسي والمتقدم للقوة الجوية الملكية السعودية مع المشبهات والمعدات الأرضية وأجهزة التدريب وقطع الغيار والكتب الفنية. واعتبر المصدر أنه سيكون لهذا العقد الأثر الكبير في تأهيل الأطقم الجوية السعودية لتتمكن من استخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس بكل كفاءة واحترافية. وفي بكين أوضحت الشركة الأم في بيان أنها فازت بعقد لصالح القوات الجوية السعودية إلى أن قيمة العقد التي كشفت عنها أدنى مما أعلنه الجانب السعودي الذي يعد من أبرز زبائن السلاح الصيني. وقالت الشركة إن الصفقة ضخمة مشيرة إلى أنه يشمل 22 طائرة تدريب من نوع هوك و55 طائرة من نوع JLT تراينر، وهي أيضا مخصصة للتدريب إضافة إلى معدات أخرى وقطع غيار. وكان وزير الدفاع السعودي قد أجرى في أبريل نيسان الماضي زيارة لبريطانيا إلى أن شيئا لم يرشح حينها عن تلك الزيارة التي تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين. جدير بالذكر أن السعودية أبرمت في السنوات الأخيرة عقود تسلح مع الصين وتخصص المملكة 10% من إجمالي ناتجها المحلي لقطاع الدفاع. وأبرمت في سبتمبر أيلول الماضي عقد تسليح مع الصين وكذلك مع كوريا واليابان. ظهرت لأول مرة الطائرة المسيرة وينغ لونغ 2 صينية الصنع في المملكة العربية السعودية بالتمويه الرمادي أثناء تواجدها في قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط. وظهرت أنباء تسلم السعودية للطائرة من دون طيار الدرون الصينية من نوع وينغ لونغ 2 شهر أكتوبر كأول مستخدم لها بعد الجيش الصيني. وقالت مصادر في ذلك الوقت أن السعودية تعاقدت على 300 طائرة من دون طيار من نوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع في صفقة اعتبرت الأضخم والأهم لصناعة الدفاع الصينية في مجال الطائرات غير المأهولة. وكانت المملكة قد وقعت عقدا مع الصين لشراء عدد غير معروف من الطائرات من دون طيار من هذا الطراز من إنتاج مجموعة صناعات الطائرات تشينغدو. وتعتبر الطائرة نسخة محسنة من المسيرة وينغ لونغ 1 من فئة المسيرات ذات الارتفاع المتوسط والمدى الطويل. طول المسيرة 11 مترا، طول الجناح 20.5 متر وارتفاعها 4.1 متر. الحمولة الخارجية من المستشعرات والأسلحة 480 كيلوغرام. وبات تسليم الطائرات قريبا بعدما أنهى الضباط السعوديون الذين سيشغلون الطائرات تدريباتهم في جمهورية الصين. وعقدت المملكة العربية السعودية صفقة جديدة مع الصين للحصول على طائرات وينغ لونغ 2 بدون طيار لتعزز القدرات العسكرية الجوية للقوات المسلحة الملكية التي باتت تتوفر على أحدث طائرات الدرون في المنطقة. وبات تسليم الطائرات قريبا بعدما أنهى الضباط السعوديون الذين سيشغلون الطائرات تدريباتهم في جمهورية الصين الشعبية. وتدخل هذه الصفقة في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى خلق أسطول ضخم من الدرونات وتنويع سرب الطائرات من دون طيار التي تعتمد على تكتيكات ميدانية غير محددة، حيث تمكن طائرة الدرون المملكة العربية السعودية من تمشيط مناطق شاسعة وتحديد الأهداف العسكرية التي يجب استهدافها بدقة دون عناء النقل ميدانيا والمخاطرة. وتمتلك القوات الملكية السعودية أسطول من الطائرات المسيرة من دون طيار من طرازات مختلفة
أبرزها ثلاث طائرات استطلاع وطائرات إم كيو ودرون هيرمس وطائرات بريت تايور المعروفة، وتؤدي حاليا مهام على أكمل وجه. أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده تدعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الإيرانية. وقال كليفرلي إن إيران تحاول إلقاء اللوم على الخارج لسوء معاملتها لشعبها، وأننا استدعينا القائم بأعمال إيران وأبلغناه أننا نأخذ تهديداتهم بجدية. وأضاف: تجمعنا علاقة قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي، موضحا أنه يوجد تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات. مؤكدا كليفرلي على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد الميليشيات والوكلاء التابعين لإيران. يذكر أن الحرس الثوري الإيراني وجه مؤخرا تهديدات جديدة للمملكة العربية السعودية، محملا إياها مسؤولية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران. وفيما يخص روسيا، تم تداول اسم المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مجموعة بريكس، خصوصا بعدما تعالت خلافات الرياض وواشنطن مؤخرا بسبب عدم الاتفاق على أسعار وإنتاج النفط. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن بلاده تدعم انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس، مشيدا كثيرا بخطط السعودية لتنويع اقتصادها وبمكانتها الرائدة في الأسواق النفطية، ومثنيا على وجه الخصوص على ولي العهد محمد بن سلمان. وأخبار رغبة السعودية في الانضمام إلى بريكس بدأت مع تصريحات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي صرح بعد زيارته للسعودية أن هذه الأخيرة أبدت استعدادها للانضمام إلى المنظمة. الخبر نقلته أولا وسائل إعلام من جنوب إفريقيا خلال ندوة صحفية للرئيس رامافوزا، الذي صرح كذلك أنه ليست السعودية وحدها من تريد الانضمام. وقال بوتين أيضا أن السعودية دولة سريعة النمو، وليس فقط لأنها رائدة في إنتاج الهيدروكربونات واستخراج النفط، لأن ولي العهد والحكومة السعودية لديهما خطط كبيرة للغاية لتنويع الاقتصاد، وهو أمر مهم للغاية. بعد تصريحات بوتين، قالت الصين إنها تدعم بنشاط عملية توسع بريكس. وهذا ولم يأتي أي تأكيد من الرياض على وجود هذا المسعى، لكن مجموعة من الإشارات الإيجابية بعثتها الرياض، منها تعميق التعاون مع الصين في مبادرة الحزام الصيني، وكذلك تصريحات وزارة الخارجية الصينية التي طالبت بتوسيع أعضاء هذا التحالف، فضلا عن إعطاء السعودية صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد الصين حجر الأساس في تأسيسها. السعودية تعاقب إيران على وقع التهديد بفرض مزيد من العقوبات على النظام في إيران بسبب حملة القمع التي يشنها على الاحتجاجات. دعت السعودية إيران والاتحاد الأوروبي لوقف تلك الخطوة، وبعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يطالب فيها بغض النظر عن موضوع فرض المزيد من العقوبات على بلاده. أتت هذه التطورات بعدما أعلن المندوبون الدائمون في المجلس عن موافقتهم الأربعاء على خيار فرض عقوبات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات. وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحرية الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلا عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.